لأمنا خديجة متجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا. نعم، رجع عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة وبالتجارة وكانت رابحة. نعم، فكان فيه عقده عليها. نعم، وكان أهل مكة يتطلع للزواج من خديجة رضي الله عنها. نعم، وبعده إفضاؤه إليها. نعم، وولده منها خلا إبراهيم. نعم، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، الولد في الشريعة يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، لكن عندنا في العامية الولد هو الذكر. نعم، فالأول القاسم، الأول القاسم، وبه كان يكنى عليه الصلاة والسلام، يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، هذا الأول. نعم، وزينب رقية وفاطمة. زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم، هؤلاء أربعة من الإناث، وعندنا القاسم، وذكرنا إبراهيم وعبد الله، هو الطيب والطاهر. إذن المجموع سبع، كل هؤلاء ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. نعم، وأم كلثوم لهن خاتمة. نعم، والطاهر الطيب عبد الله، شيء واحد. نعم، وقيل كل اسم لفرد زاهي، قيل يعني هذا غير صحيح. نعم، والكل في حياته ذاق الحمام، يعني ماتوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وبعده فاطمة بنصف عام، ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بنصف عام، ستة أشهر. نعم، وبعد 35 حضر، يعني من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أتم 35 سنة، حصل أن أهل مكة أرادوا بناء مكة، بناء الكعبة، واختلفوا في وضع الحجر الأسود في القصة المعروفة، وكادوا يقتتلوا، ثم اتفقوا على أن يحكموا من يدخل عليهم، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قدر الله سبحانه وتعالى، فرضوا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الرداء وضع فيه الحجر وأمسك كل قبيلة من طرف، ثم عندما يعني قربوه من مكانه وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريف عليه الصلاة والسلام، ونال هذا الفضل عليه الصلاة والسلام. هذا قبل البعثة عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الأمين الصادق، عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الحقوق بالأمانة بكذا، عرفوه وشهدوا له بهذا. عندما نزل عليه الوحي انقلبت الأحوال على النبي صلى الله عليه وسلم، عاداه أقرب الناس إليه، أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، شجوا رأسه، كسروا رباعيته، حرصوا على قتله، مثلوا بالصحابة رضوان الله عليهم، صنعوا وصنعوا وصنعوا، ومع هذا يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لقد جاءكم، أي والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من البشر، عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم، أي على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم، وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر. نعم، وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. نعم، وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا. نعم، في يوم الاثنين عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 عام، نزل عليه الوحي في غار حراء، كان عليه الصلاة والسلام يتحنث يعبد الله سبحانه وتعالى. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عصمهم الله من الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر، ولا يمكن لأحد أن يتكلم بكلمة في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، عصمهم الله من الوقوع في الشرك الأكبر والشرك الأصغر. يتحنث يعبد الله سبحانه وتعالى، ثم جاءه جبريل عليه السلام ونزل عليه الخمس الآيات الأولى من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا كان عليه الصلاة والسلام نبي.
ثم عندما نزل عليه يا أيها المدثر كان عليه الصلاة والسلام رسول، قم فأنذر. إذن لو تسمع من أحد قال أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر، نقول صحيح هذا وهو رسول، وبهذا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول ونبي، نبي ورسول، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نعم. في رمضان أو ربيع الأول، خلاف في المسألة هل هذا كان في رمضان أو في ربيع الأول. نعم. وسورة تقرأ أول المنزل، نعم، أول خمس آيات من هذه السورة، نعم، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي، نعم، عليه الصلاة والسلام. ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهو جبريل وهي ركعتان محكمة. أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرضت الصلوات المفروضة فرضت ركعتين، فزيدت في الحضر وبقيت على ما هي عليه في السفر، لكن هذا في الرباعية، في الرباعية، لكن عندنا صلاة المغرب كما هي، صلاة الفجر كما هي. نعم. ولهذا يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى يسن قصر الرباعية، يعني الظهر والعصر والعشاء. نعم. ثم مضت 20 يوما كاملة، نعم، فرمت الجن نجوم هائلة. الجن كانوا يسترقون السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء، منعوا فعرفوا أن هناك شيء حدث. ماذا حدث؟ حدث شيء وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدخل هؤلاء شيء على القرآن والوحي. نعم. ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. الدعوة أول ما بدأت دعوة سرية كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في 4 بدأت الدعوة الجهرية. نعم، دعوة سرية ثم بعد هذا الدعوة الجهرية. نعم. ورابع من النساء 12، 4 من النساء و12 من الرجال، هذه في الهجرة الأولى إلى الحبشة. عندنا عندما أوذي أهل الإسلام الذين أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أوذوا من أهل مكة، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولو لم يكن هناك شبهات وشهوات كان الناس على أتقى قلب رجل واحد. قدر الله سبحانه وتعالى هذه الأمور حتى يعلم الله سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب، وحتى يرفع الدرجات. فهم؟ أي نعم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فبهذا ابتلي هؤلاء وأوذوا، فهاجروا من مكة إلى الحبشة لأن فيها ملك صالح. الهجرة الأولى ذكرها المؤلف، وسيذكر الثانية الآن إن شاء الله تعالى. نعم. ورابع من النساء 12 من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في 5 عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام. نعم، ثم عادوا مرة أخرى أيضا في الهجرة الثانية إلى الحبشة. نعم. 83 رجل. نعم، يعني 83 رجل. نعم. ومعهم جماعة حتى كمل، وهن 10 و8 ثم قد، يعني 18 من النساء. نعم. أسلم في 6 حمزة الأسد. نعم، حمزة رضي الله عنه أسلم. نعم، وعلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى استشهد في أحد وهو سيد الشهداء رضي الله عنه. نعم، عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخوه من الرضاعة، عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. نعم. وبعد 9 من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته. يعني الآن بعد البعثة، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يعني تم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة 8 سنين وبدأ في 9، الآن مات العم أبو طالب، ثم ماتت خديجة رضي الله عنها الزوجة الحنون. نعم. وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت. نعم.
وبعد 50 وربع أسلما، جن نصيبين وعادوا فعلما. نعم، الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى قوم خاصة كما كان هذا في حال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بل بعث إلى الناس كافة، بل إلى الثقلين الجن والإنس. كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفر أكبر، كائنا من كان، يهودي نصراني مجوسي غيره، بعث إلى الثقلين، والله سبحانه وتعالى صرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الجن يستمعون القرآن. وعجب من هؤلاء، فلما حضروه قالوا أنصتوا، يعرف أدب الطلب، أدب التلقي، ظلوا يستمعون، قالوا أنصتوا، لا أحد يتكلم. عندما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنعوا؟ علم الآن تعلموه بأدب، يعملوا ويرجعوا إلى قومهم، ينذروهم، يعلموهم. هذه الدعوة جيل بعد جيل تتناقل. نعم. ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده. الآن توفيت خديجة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم لديه الآن لابد من رعاية الأولاد، فماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تزوج بسودة رضي الله عنها. سودة رضي الله عنها قامت برعاية أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة ضحت بأغلى ما يملك النساء، خافت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، خافت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها لأنها كبيرة في السن. فماذا صنعت؟ وهبت يومها لمن؟ لعائشة، حتى يحبها النبي صلى الله عليه وسلم ويبقيها، وحتى يموت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. إذن قدمت الآخرة على الدنيا، قامت برعاية أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآن الزوجة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا خديجة رضي الله عنها لم يتزوج عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتصاب عليها، ماتت خديجة تزوج بسودة، وسودة رضي الله عنها قامت برعاية أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا قلنا في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهبت يومها لأم المؤمنين عائشة رضوان الله على أمهات المؤمنين أجمعين. لماذا؟ حتى يبقيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال. نعم، العقد على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت أبي بكر، اللهم ارض عن الصحابة أجمعين. نعم. وبعد 50 وعام تالي. نعم. أسري به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت. هي 5 في العدد و50 في الأجر، فرضها الله سبحانه وتعالى بنفسه. فرضت في ليلة أكرم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم إكرام لأمته. وهذه الصلوات المفروضة الخمس لابد أن أديها جماعة في المساجد، هذه واجبة على الرجال البالغين. نعم. قال: والبيعة الأولى مع 12. عندنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل، لأنه أوذي في مكة وأراد أن ينتشر هذا الدين، وأصر وبقي على هذا الطريق إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. فجاء أناس من الأوس والخزرج هم الأنصار، نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة. فهذه البيعة الأولى عندنا، إذن بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار البيعة الأولى، ثم البيعة الثانية، ثم بعد هذا هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. نعم. والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. نعم، هذه البيعة الأولى. نعم. وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت. نعم، من طيب في موسم الحج أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا البيعة الثانية. نعم. ثم بدأ الصحابة رضي الله عليهم يهاجروا من مكة إلى المدينة. نعم. من طيبة فبايعوا ثم
هجر مكة يوم 2 من شهر صفر. نعم، إذن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. نعم، وضع في مكانه علي رضي الله عنه حتى يرجع الأمانات التي كانت لديه. كفار مكة يريدوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم ويأتمنوا على أموالهم، وهو عليه الصلاة والسلام عرف بالأمين، أراد أن يرجعها لهم ولم يأخذ منها شيئا. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. بعض العلماء يقول لو لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل هؤلاء بحسن الخلق لكفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليه، فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم صنع أكثر من هذا؟ نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم، فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53. نعم، الآن 40 سنة ثم بعث عليه الصلاة والسلام، و13 سنة في مكة، فرضت الصلاة المفروضة قبل الهجرة ب3 سنين، ثم بعد هذا هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. نعم، كانت المدينة تسمى يثرب وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يعيد هذه التسمية للمدينة، مفهوم؟ أي نعم، يعني يحرم إطلاق هذا الاسم على المدينة، مفهوم؟ لأن من غير له هذا الاسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في يوم 2 ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها. نعم، 10 سنين كاملة بقي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ثم توفي عليه الصلاة والسلام وقد أتم 63 عام. نعم، أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما صلاة الحضر يعني الرباعية. نعم، من بعد ما جمع فاسمع خبري. احنا تقدم معنا أن الصلوات أول ما فرضت 2 ركعة أقرت في السفر وزيدت في الحضر. نعم، بعد هذا ثم بنى المسجد في قباء. سبحان الله، ومسجد هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الدنيا، يريد الآخرة. أول ما يفكر فيه الإنسان إذا ارتحل إلى بلد، السكن، الفندق، المكان الذي ينزل فيه، أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به بنى المسجد. مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام، ولهذا كان له فضل، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كان له أجر عمره. ثم بعد هذا بنى المسجد النبوي، ثم بعد هذا بنى حجرة. هذه الحجرة تستطيع أن تقول 1.5 متر في 1.5 متر، إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يسجد وعائشة نائمة، لابد ترفع رجليها حتى يسجد. منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام، منذ أن قدم المدينة، وهذه الغرفة 1.5 في 1.5 إلى أن توفاه الله، جاءت الفتوحات جاءت الأموال، لم تتغير هذه الغرفة، غرفة لسودة وبجانبها غرفة لأم المؤمنين عائشة، لم تتغير هذه الغرفة. وسع المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسع المسجد النبوي، ولم يوسع الحجرات. لماذا؟ لأنه عابر سبيل، ما أراد الدنيا. ملكة سبا أرادت أن تختبر سليمان عليه الصلاة والسلام، أرادت أن تعرف هل هذا يريد الدنيا؟ إذا يريد الدنيا نعطيه الدنيا، يتركنا وشأننا، صحيح؟ فأرسلت إليه هدية، قال أتمدونني بمال؟ عرفت في هذا الوقت أن هذا الرجل لا يريد الدنيا، هذا يريد الآخر، إذا ما يمكن يقاتل، مفهوم إخوانا؟ بهذا ننتصر. لم يفكر إلا في بناء المسجد. إذن إخواننا، عمارة المساجد أمر مهم جدا. نعم، ثم بنى المسجد في قباء. نعم، ومسجد المدينة الغراء.
المدينة وهو المسجد النبوي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم بنى من حوله مساكنه. نعم. ثم أتى حجرة لسودة وحجرة لعائشة، اللهم ارضى عن الصحابة أجمعين. نعم. ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. نعم، جاء من هاجر إلى الحبشة جاءوا إلى المدينة. نعم. وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. قضية حصلت أن الآن أمة من أهل مكة هاجروا المدينة، وكيف يكون الآن لا فنادق صحيح، لا مساكن، لا كذا لا كذا، ماذا حصل؟ آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، هذه لم تسجل في التاريخ، يعني مثل هذا لم يحدث في التاريخ قط، هذه الأخوة التي كانت بينهم، وأن الواحد يقسم الأموال، حتى البعض قسم الزوجات، بر آدم يقسم، قال انظر اختر إحدى الزوجتين، هو اللي يختار، أطلقها، فإذا انقضت عدتها تتزوج منها. سبحان الله، إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة.